أزول شكور غاور يصفى يزديك ذمان أزول نتير لي ذامي موذا غودان أذسر غات سرد أذيني غاتيني أنقيم ذاو ماثن أمواكي ذي التوسيد غيزران ذو خرص ذك شديني مرقواج إسوجاذ محمد حموتي إسرماس إجنت وارد قمالاس أدياس خرخضانوم تنح ديريك تمو غاثن دين تأن النظار غاوني وجيو النغ عبد المنعم شوقي إيجان ذي المنسيخ مقرن التنسيقية الجمعية تيمش مونين لا سوسيتي سيفيل المجتمع المدني ذي شمال المغرب من إذن غي السور خوطس أنت مسرين ومثنا سي المنعم شوقي أزول السلام عليكم زي بروكسيلر النظار. عليكم السلام ومثنا سي محمد الحموتي تقادير شيك وسكيغاش ديجن ترمضان مقرن سيزين ديت النظار الطاقم نوم ديال الاذاعه عن المنار ذي جن وقادي ضم قران في الجديه المواضيع فارس مكور مارمار تناقشي في التنوع الناس كذلك سكيل سيجن السلام زيرا تغموري مار يمسحسا سواء ذي بلجيكا نغذي من يمجني في مثنى اجانا جماضيني ومان ذي الدول مار ذي العالم ومثلا سي عبد المنعم شوقي الراديو المنار تحاور نرزم ذقيارة نارندان وذقنبذويا ذي شهر سبعة الثمانية أذيني نسقرب شوية الراديو غمرة مرقواج غمرة أذيني الجالية المغربي تعيش دي برا بلو بارتيكيليا مو ذي بلجيك يصفى يقيني جنت مراحيت غروش ومسن ذي الريف نغذي المغرب أحاول نغسول شوية أخمانة ويوكي شك تقرب سواتا صغا غمنوية تعيش المنويني قرب سوات تسعة وذلك شوية سي منعيم شوقي السن اللي أنبذو أسقوسا يوضاد ذيس يوار نارندان ممش يعدو أذيني يوار نارندان أكذ أنبذو أذيني غاك رحمو مالي تكيسو راذ رحمو شان درجة الحرارة وعراند سوات تسعة ممش يعدو أذيني رحار ذي نظا نغذي ريف ذي قسانة نغذق نبذويا مثلا سي محمد بالنسبة لي ونبذو وخاذ كشوة الحرارة بطبيعة الحال كسة شوة الحرارة وما زال عال ولكن يبدو على أنه يوذان حمسين الطاس ومشجعين الطاس أنه قدام فرائض إنسان خصوصا دي شهر يمقران شهر وزمي نارندان يجن شهر الإيمان تأخيذ الخيرات بالبركات وبطبيعة الحال الإيمان نوذان يغجب طبيعة الحال خرحمو يغجب كذلك مختلف الأجواء الجو ممش مديوسة إن غفنج الإيمان قوي وزون أذقن الشعائر نسان وزون أذزمن الشهراء يخنغ ديوثن دميمون دم سعود مرة خمسر من وخصوصا غامل شنديف مفنة جستمو أنت بلي يمرقواج المغربيين يتعيشن دي برا أزقواس يكمر نذني خدمان نذني دمان حما أديوض ونبذو هذا حد السعدون شن إجن الحارات شن نصوات تساك فاميليا نسان نغاك ذي نغذي ذي ثقبيت الناس ذي تغا ذي ياربا رخوة ميديوضاك أرندان ممشي سعدو صحاب الخارج مش سعدون أذيني جارة نبذو جارة رندان مناوية تمنى يسمسنا غيوة واسمي الشيبشة ما حدا كان غزومن تمنى ذي رسنيني ذي كوان أنه أسنت ثموش الفرصة يا غزومن شوي دثموها نسنداني تان لأن الأجواء بطبيعة الحال تختلف خيجن عدد يموشان وأظن بذي سموها النش ماني خرقذ ماني صار بيذ ماني خرقن الوالدين النش طبيعة الحال يتريج نحاش طم قرانت فإني كذن غي زمان قرأت مرحبا بهم قاين دي سموها نسان زماني كذن إني ومي ويشتي بشان تمنى يسنا زمي ذي هاوذ كذلك ماني جان دي سموها مبارا ذاني تانية ومثل نفسي محمد طبيعة الحال أرندان داني تانية يتي زوارت شوية يجن تحضير يتيري قبل طبيعة الحال يتيري قبل يغان استقبل شهارة يمقران سيجن مع بعض 5-6 سيمانة في قبل طبيعة الحال يبدان تبقين يجن كومبران تيري ذين يجن تجارة طمقان العطرية ذي الخوضة في يوزغان ذي الحلويات وجذن طبيعة الحال
لان التقاليد النيف العادات النيف مرقين تغرغاني ثاني وبطبيعه الحال والتغيمي شغل ما اذا مشوها اذا دي شهر نار رمضان داني ثاني بالعكس تيري عاود شان المائده ايمانيا النغني بحيث ان سيم زيداوين الصلاه مثلا تعمرات عن اخرها سيوداني الزجان لكل شيء الاوقات ديال رمضان خصوصا للصلاه التراويح صلاه الجمعه بحيث ان الشوارع ينظم يدسن تيم زيداوينا يدير ليه تنتج يجوع مرضى بقى سيركولاسيون بلوكاج نظرا الى عدد مقان يتسن ويودان هادي تسن غا صلاه التراويح صلاه الجمعه ذو مسوج دا ذو شني غير خعاد دا تيجني تبع الطم قرانت مثلا يديو سين زبار مدينه ومان حما اكل حضان داني ثاني بطبيعه الحال ومن ناحيه شكث قرب سواتاس غمر الاستعدادات نغمر التغييرات يتوخرقن ذين ذي ثندين تأن النظار ما تغادي نشان الاستعدادات توخرقنت سبيسيال مو الجالية المغربيين نغي مرقوج المغربيين يتعيشن ذي برا نغ يعني ويوقع والو طبعا تحل الخو نشين خميني سوار شهر رمضان الاستعدادات تيرين بطبيعة الحال أميث مثلا غي ديوسين زي برا جمالين ومان ديو ذاني كان غي ريستغن بطبيعة الحال مزاق بطبيعة الحال الاستعدادات يدكوان هو أنه مثلا سيم زيداوين الصلاة أنه شهراء إخصى ودين غادي تنهتم فقط أنسي ورغخ الأنواع المشا السيس ولكن ديني ما هو اهم طبيعه الحال دين ما هو الدين ماشي خمين السوار السوار خدين هو السوار سوختو الدين سوختو يتيري دي صلاه التراويح ني صلاه المغرب باش انت في باللي الكواس الكواس نهار يكمل 5 مليار دان الذي المغرب يتجدش 9 10 ساعات يعني بنادم ايزوم ما غاس من يتراح يعني ما ميسن خارج يعني بدان يتعيش ندير خارج مين تقن ذي النهار انسن الكواس انسن ما الحكومه المغرب ني لي زوتوريتي لوكال يعني البلديه يعني السلطه النظار خرق شن موشان يوذنا حي ماذا يستعدون الوقت نسن يعني قبر يتغى يوض المغابني قبر يتغى يوض اذيني غير عشاء ومن انا اخسي محمد بعد خسات السن دام انت وشك مثل منطقه السن كوشي ابعد داري خسات السن بانه جار صلاه الفجر جار صلاه الفجر الصلاه الظهر زير فجر الظهر أبعدا يتوقع الحركة تمتع يتوقع ذي سجل الفوتور ضم قران بحيث أن الشوارع يمكن أنت في الخوانت لاص المارات رجيني زنوزان كل شيء على كل ولكن من ميه تبدأ الحركة دك ورد غش الشارع دك ورد غيو ذان كذا مباشرة من يدي تسر عصر من يدي تسر وقت العصر طبيعة الحال توقع ذني ثانيا الأسواق تحركانت إذا استغن مستلزمات نسن يغاح وجن دي كسن مغاب شي استغ الخضار شي استغ المواد التموينية شي ذني يجي حصران بطبيعة الحال المحلة التجارية يلبع عني المتجولون عاود كذلك كذا ثم ذني غسوجل المواد لأنه أنت تشابه أنه قد يوذاني تقل الإفطار عملية الإفطار الجماعية يوذاني وغيدي شاد كذا حتى تسوجد ناس نتوابر سوجد ناس نكرسا غيقو قرب المغاب حوما كسن المغاب دو شري شمار جرسان فبطبيعة الحال زير عصر سنج تيري شوية الحركة ومن بعد بطبيعة الحال أواني الصلاة أواني العشاء المغاب بطبيعة الحال أواني صلاة التراويح أيوذان تفغن تقل مش سقان تنظن دي شوارع مثلا من ناحيه خمي غيون ظندي الشوارع السبليه واني صلاه التراويح تروح تكمل انت على حارشان الحيض عاش ما تنعاش تجيرت ما ذنيشان الامن شنو في مغارين تي حجيرين يعني ما غسنت ماني غفغنت ذني ذي النظار ما رفغنت ذي النظار ما ديرين تون سيكوريتي ني غادير يعني غوتفغ حد ذي غت ساعتين ني واني العشاء واش السي محمد واجب وزقولني جن متشائمين يغسك وذن عباد الله لانه ما مشتو غتسريغ بانه من حيث الامن كذا بطبيعه الحال الاحداث توقع عند ماني ما ماشي غاده النظار نغدي سندم بتوقع حتى ديك الدول تمقراني توقع ليس مثل المشاكل مشكله ولكن ماشي الطريقه النقاع بانه لانه الطريقه اللي زيتو بعض الاخوان سوى قضيه يعني الامن كانه تسمى صافي خشيت بالعطاوات والتفوز ودك
باش مالو ينتوري الواقع سي منعم انت ورا تصنت مغارين يسيس النظر وتفغنت شادي وتفغنت شادي الشارع عن النظر سجيرث يعني لاسباب امنيه وانت الواقع يعني باين ما يتوبد الدرمانويه بالعكس واش ماني واش ماني صايك القاع زي البشر تجير ثواني التراويح وخصوصا الكورنيش وذا استمغارين دا استحرامين دا سكوشي سي ميكست ليس جميع الاشكال ليس في مغارين ليس كذا تفغن تعونت خصوصا ندير وقت مش سقان نحمو بطبيعه الحال تعون شوي وان كان غنغ بعض الملاحظات لان الكورنيش مثلا مع الاسف الكورنيش لانه نهار وني غنغدي تسنى يدي طاق واحد السياسي الخارج بالنسبه لسنين النظر قايع يا ذي دوار ديال صغار الكورنيش ني ولكن بطبيعه الحال الكورنيش نهاراتي والشارع ايام خمس ايام يتقنيز كمن اذا سي تقري ديال الكورنيش ني اتبدي من عاش شان اتجاه المغني اما ادي فودي السعيديه اما دي فودي شان تندين المغني ذي مراكش شان تندين المغني ما حد ذي جوستومون الاقليم للنظر باكمله زعما النظر سبرينساس فرخانه سوزغنغان السروان سعاروي زيو ماذا يشن يموشن ماني ميس الخارج نغميس النظر ماني غيرح من غير الكورنيش حتى الكورنيش ني الخوي خشات زاد بيني وما مشي دور مثلا محمد اختت سبينا يدور غامشي نوشان الدوار ليس ايمون دايس كورشي ونيزنو زاني غنافض نيزنو زا السوسي تخاخن السيهار كرسة دي رواز يعني يدور الكورنيش نهار تجي الحالة من ديش غيني وتشبوش الصورة تصبح انتي تندين تنظى وان كان يعني وذي نبول لورغانيزاسيون لا ماشي وذي نبول لورغانيزاسيون ديني الحملة الانتخابية وفي مشاي الانتخابات أبدأت يشنا الرخاص كذا رمي عرين كورنيش نمارة ونسنا دي زنزن غرالة دي صغال كورنيش ونسنا دي زنزن صوصيت غار كورنيش ونسنا دي زنزن بوهم شسقان الصوصيت يعني على حساب شيء كمنسق تنسيقيا لجمعية المجتمع المدني أمي دي كار حق حما ذي حارب مناويني ما السلطة ما الأعيان المنتخبة يومي السلطة سمحية محدود لأن السلطة مش تحارب شكراش الرخصة الناس يوزنا مش انت سنا الرخصة من طرف المجلس البلدي من طرف المجلس البلدي الرخصة كذا ولكن شنو التنظيم انه يتمثل خميد غير سنة السارة دي كورنيش على الاقل واش انت تقول كراسة دي روات واش انا نظم شوية تمشني اوكي واش الريبوت باختصار سي منعم سي منعم شوقي انا حغات ندين تن الليج ماني كيذن خالد حناوي قيس حسين غير البرنامج وخصا كاين غشاش ديال البرنامج سي خالد ازولا خويا محمد تقدر نجيو زي النظر الاخ منعم شوقي رئيس تنسيقيه شمال تقن المجتمع المدني في شمال المغرب غير سؤال بسيط وزغت الاخ منعم باختصار خالد باختصار قبل نسولف الموضوع عن تقن جالي غير كاع واحد الرندن غير المغرب نزلت نشوف حمايه العبور لانه عسكوسا لان يستد فوق تقن كثير تقن مكتف لا تقن الجاليه المقيمه بالخارج كان دائما يجب أن نبو النظر أنه كانت غادي أن نتقن أن الحكمة المريش تقن إجن السياسة نتقوصة المغربي وزوج سي منعم وكش تقن إجن الفكرة نسخ من أيام عفاك يا خالد حناوي بارك الله فيك بارك الله سي منعم ودار بيت سريدي وسخسين خالد حناوي تقضي غسر نمشي نسلم ضمقاني زميلنا ومثلنا السي خالد حناوي بطبيعه الحال عمليه العبور عامة يعني وقع ذا شويه الخلل لانه بطبيعه الحال يجن الميناء ضمقران يجن مولي ضمقران خاص الدوله يجن غلاف مالي ضمقران هو الميناء برمصار مع الاسف عامة نلاحظ بانه ذيك الجمود ذي الحركه العوده نسمات غادي تاك واحد الخارج بطبيعه الحال ملي كيسن السواري كيف ما سمغي تاك واحد الخارج يقرا شاودجي ما راه من دغيسيني تشن المسائل المغني كذا ولكن المشكل غاس النهار هو الغلاء الاثمنه التذاكر السفر بطبيعه الحال يعني يبدا لي ديتكن زي اسبانيا زي مريتش يعني تفن بيتي تخسن هو ثاني تانا بطبيعه الحال ستغنشي نسيور خاص عاود نسيور خاص بانه لابد خص الدوله لابد خص الوزارات المعنيه دخلت حما أبزانت يجيك شركة الملاحة بطبيعة الحال النقل البحري أكيس نظام المشكلة ولكن مع الأسف وقي نشا وسوج نشا لأنه الحكومة انت تسن دي شهر دي شهر من شهر سبع شهر السن يخصد تبع الحركة السن من يقوال من يقوال قيقوال الشغر هذا سن
ودان غامريت معنى انه تاد الحكومه نشتو غتسنق تيجان مواطن عادي بسيط تغسنق بيننا ودان قد حار كنحو مدس عن طريق مريت عن طريق مريت عفاك اسوات تاس ثومات سي منعم شوقي جمع ورين قالوا تاس سي منعم شوقي بركي ديني ثوريخت ينغميسن الاخبار حيما ذا اخرى جمع ورين قالوا تاس سي منعم شوقي واش تمني غيجنا رمضان ذا سبحان مرة يسمثنا ني كاين غدا ثاني ديال كحون دي وداني واسن واسن السميح بو الظروف نتانا كاين غدا نستعدو شهر رمضان تمني صلاه بزين غيكبر مره أظن من غزين قبر الصلاة غزين قبر مرة من انتق من تقنيت مثلا مرة دي شهرة والقيمة التقاليد هي القيمة العادة أنها مستمرة بطبيعة الحال و إيش شهر ضم قنواني تانية وتغم ذا شنيغ بينه شهر عود كذلك زي سيتيري غار الرياضة تظهر ذي صار الرياضة تيري ذي سيج نشط ضم قران ذي الدوريات من يسمى كيسي محمد نهار ذي الإقليمة في الدوريات مصغرة إذا تزمن دير خرا إذا تقلنا الحركة الرياضية تفز مقابلة ذي كرة القدم ديها مقابلة ذي كرة الحديدية معنى يخرق ديش النشاط ذي سبحان الأسوات تس عافك تقضي غيث مثلا دي إذا عن منار شكرا عافك أسوات تس ومثلا منعين بشوكي زي ثندين تنظر بارك الله فيك